أهلا بكم طالباتي، طالبات الصف الخامس الأساسي. معكم المعلمة فاطمة الشربجي. سنبدأ اليوم بنص الاستماع للدرس الأول بعنوان سر الغياب. بداية نستذكر معا آداب الاستماع مثل الإصغاء والاستماع الجيد، عدم مقاطعة المتحدث، تأجيل أي سؤال للنهاية. وبسبب ظروف التعلم عن بعد، أرجو القيام بتحضير كراسة وقلم أمامك. الآن فلنستمع للنص. القراءة الأولى. النص الثاني، سر الغياب. كانت عائلة ثائر عالمه الذي يحب، ترقب زوجته وأولاده عودته بفارغ الصبر، يستقبلونه بابتساماتهم المشرقة، وفي المساء يجتمع أفراد العائلة يتسامرون. ولكن ثائرا بدأ يتأخر عن البيت على غير عادته، لم تعد زهرة تحتمل ذلك، ودخل القلق قلبها. سألته مرة عن سبب تأخره، فقال لها: إنني أعمل من أجل أولادنا. فسكتت لأنها تحبه كثيرا، ولم يكن أمامها إلا الصبر. وفي إحدى الليالي المظلمة جاءه رجل انزويا بعيدا، تكلما بصوت منخفض. أيقنت زهرة أن هناك أمرا ما سيحدث، فزاد خوفها مما يخفيه زوجها. وقالت له: من هذا الرجل؟ أجاب: لا عليك، ولا داعي للخوف. ردت عليه حزينة: كيف لا؟ وقد أصبحت على غير ما عهدناك، ألم تعد تحبنا؟ أجاب: بلى، أنتم غالون عندي مثل الوطن. زاد قلقها وأيقنت أن ما يقوم به فيه غموض. سلمت أمرها إلى الله وأخفت خوفها وحضنت أطفالها. وبعدما دخلت زهرة وأبناؤها في نوم عميق، انسل ثائر من البيت دون أن يشعر به أحد. في الصباح استيقظت زهرة فلم تجده، وبعد قليل جاء الرجال يحملونه على الأكتاف ويكبرون. فقد قتلته قوة من جنود الاحتلال الصهيوني بعدما اشتبك معهم. أخبروها أنه كان أسداً ينقض على أعدائه، وكانوا يفرون من أماهنه مذعورين. فنظرت إليه تارة وإلى أبنائها أخرى، والدموع تترقرق في عينيها. صمتت قليلاً ثم خرجت منها زغروتة مدوية، ودعت بها الشهيد بعدما أدركت سر غيابه، وقالت: سيركض الليلة في حضن وطنه هانئاً. الاستماع. نستمع إلى نص بعنوان سر الغياب ونجيب عن الأسئلة الآتية. طالباتي، بعد استماعنا للقراءة الأولى سنقوم بمناقشة بعض الأسئلة من المضمون. ما اسم بطل القصة؟ أحسنتي، اسم بطل القصة ثائر. السؤال الثاني، ما سبب القلق الذي ساور قلب زوجته؟ ما سبب القلق الذي ساور قلب زوجته؟ سبب القلق الذي ساور قلب زوجته تأخر ثائر عن البيت على غير عادته. السؤال الثالث، ما نهاية البطل؟ إجابة صحيحة، كانت نهاية البطل الاستشهاد، فقد استشهد ثائر وهو يدافع عن وطنه. السؤال الرابع، صفي حال زهرة عندما وصلها خبر استشهاد زوجها. فلأدع لكم هذا السؤال لتجيبوا عليه. صفي حال زهرة عندما وصلها خبر استشهاد زوجها. أجيبي عن هذا السؤال على الكراسة التي أمامك. والآن سنستمع للنص
مرة ثانية، أرجو التركيز والانتباه. النص الثاني، سر الغياب. كانت عائلة ثائر عالمه الذي يحب، ترقب زوجته وأولاده عودته بفارغ الصبر، يستقبلونه بابتساماتهم المشرقة، وفي المساء يجتمع أفراد العائلة يتسامرون. ولكن ثائرا بدأ يتأخر عن البيت على غير عادته، لم تعد زهرة تحتمل ذلك، ودخل القلق قلبها. سألته مرة عن سبب تأخره، فقال لها: إنني أعمل من أجل أولادنا. فسكتت لأنها تحبه كثيرا، ولم يكن أمامها إلا الصبر. وفي إحدى الليالي المظلمة جاءه رجل انزويا بعيدا، تكلما بصوت منخفض. أيقنت زهرة أن هناك أمرا ما سيحدث، فزاد خوفها مما يخفيه زوجها، وقالت له: من هذا الرجل؟ أجاب: لا عليك ولا داعي للخوف. ردت عليه حزينة: كيف لا؟ وقد أصبحت على غير ما عهدناك، ألم تعد تحبنا؟ أجاب: بلى، أنتم غالون عندي مثل الوطن. زاد قلقها وأيقنت أن ما يقوم به فيه غموض. سلمت أمرها إلى الله وأخفت خوفها وحضنت أطفالها. وبعدما دخلت زهرة وأبناؤها في نوم عميق، انسل ثائر من البيت دون أن يشعر به أحد. في الصباح استيقظت زهرة فلم تجده، وبعد قليل جاء الرجال يحملونه على الأكتاف ويكبرون، فقد قتلته قوة من جنود الاحتلال الصهيوني بعدما اشتبك معهم. أخبروها أنه كان أسداً ينقض على أعدائه، وكانوا يفرون من أماهنه مذعورين. فنظرت إليه تارة وإلى أبنائها أخرى، والدموع تترقرق في عينيها. صمتت قليلاً ثم خرجت منها زغروتة مدوية، ودعت بها الشهيد بعدما أدركت سر غيابه، وقالت: سيركض الليلة في حضن وطنه هانئاً. والآن بعد استماعك للقراءة الثانية، سنقوم بمناقشة بعض المفردات الجديدة. استذكري، من خلال استماعك للنص ورد كلمة ترادف يتحدثون ويتضاحكون. ورد في النص كلمة ترادف يتحدثون ويتضاحكون، ما هي؟ نعم، مزيدا من التركيز. أحسنتي، يتسامرون. يتسامرون يرادفها يتحدثون ويتضاحكون. سؤال ثاني، ورد في النص مضاد كلمة مطمئنين. مضاد كلمة مطمئنين وردت في النص. نعم، مذعورين. مذعورين مضاد مطمئنين. سأعرض لكم الآن مجموعة من المفردات الجديدة ربما لم تمر معنا من قبل، سأوضحها. المفردات الجديدة: أيقنت، ترادف، تأكدت، انزويا، ترادف وقفا بعيدا في زاوية أو ابتعدا، انسلا، ترادف تسلل أو مشى خفية، ينقض أي يهجم، يفرون يهربون. سنستمع الآن للنص للمرة الثالثة والأخيرة. أرجو التركيز على الصور الجمالية، الآراء والقيم المستفادة من النص، لأن هذا ما سنناقشه. نستمع. النص الثاني، سر الغياب. كانت عائلة ثائر عالمه الذي يحب، ترقب زوجته وأولاده عودته بفارغ الصبر،
يستقبلونه بابتساماتهم المشرقة، وفي المساء يجتمع أفراد العائلة يتسامرون، ولكن ثائرا بدأ يتأخر عن البيت على غير عادته. لم تعد زهرة تحتمل ذلك، ودخل القلق قلبها. سألته مرة عن سبب تأخره، فقال لها: إنني أعمل من أجل أولادنا. فسكتت لأنها تحبه كثيرا، ولم يكن أمامها إلا الصبر. وفي إحدى الليالي المظلمة جاءه رجل انزويا بعيدا، تكلما بصوت منخفض. أيقنت زهرة أن هناك أمرا ما سيحدث، فزاد خوفها مما يخفيه زوجها، وقالت له: من هذا الرجل؟ أجاب: لا عليك، ولا داعي للخوف. ردت عليه حزينة: كيف لا، وقد أصبحت على غير ما عهدناك، ألم تعد تحبنا؟ أجاب: بلى، أنتم غالون عندي مثل الوطن. زاد قلقها وأيقنت أن ما يقوم به فيه غموض. سلمت أمرها إلى الله وأخفت خوفها وحضنت أطفالها. وبعدما دخلت زهرة وأبناؤها في نوم عميق، انسل ثائر من البيت دون أن يشعر به أحد. في الصباح استيقظت زهرة فلم تجده، وبعد قليل جاء الرجال يحملونه على الأكتاف ويكبرون، فقد قتلته قوة من جنود الاحتلال الصهيوني بعدما اشتبك معه. أخبروها أنه كان أسداً ينقض على أعدائه، وكانوا يفرون من أماهنه مذعورين، فنظرت إليه تارة وإلى أبنائها أخرى، والدموع تترقرق في عينيها. صمتت قليلاً ثم خرجت منها زغروتة مدوية، ودعت بها الشهيد بعدما أدركت سر غيابه، وقال وطنه هانئاً. إذن كان هذا تسجيل للمرة الأخيرة. سأناقش الآن معكم الصور الجمالية. استذكري صورة جمالية وردت في النص واشرحيها. سأضرب لكم مثالا. دخل القلق قلبها، نسمي هذه صورة جمالية. هنا شبه القلق بإنسان يدخل ويخرج، وشبه القلب ببيت يدخل الإنسان إليه ويخرج منه. دخل القلق قلبها صورة جمالية. الآن دوني أمامك صورة جمالية تستذكرين وقوعها في النص. ما رأيك بشخصية ثائر؟ ما رأيك بشخصية ثائر ولماذا؟ نعم، لابد أن شخصية ثائر أعجبتك، لأنه فدائي يدافع عن وطنه. ما رأيك بردة فعل زوجته زهرة عند تلقيها خبر استشهاده ولماذا؟ ربما أعجبتك ردة فعل زوجته زهرة عند تلقيها خبر استشهاده، حيث تمتعت بالصبر والقوة رغم الحزن الشديد. ما القيم المستفادة من النص؟ لابد أن النص حمل قيما كثيرة. أذكري لي بعض القيم المستفادة من النص. ما القيم المستفادة من النص؟ قيمة حب الوطن، الدفاع عن الوطن، التحلي بالصبر، كتمان السر. هذه بعض القيم المستفادة من النص. سنقوم الآن بعرض تدريب ختامي. أرجو أن تقوم بحل التدريب وإرساله كرد على الجيميل في الكلاس روم. أشكر لكم حسن الاستماع والإنصات. كانت معكم المعلمة فاطمة الشربجي. إلى اللقاء في درس آخر.